عفوا جمعية تونس للسلامة المرورية. بي سي بلال الأرقام بكري اللي كنت نعطي فيها أرقام صحيحة، يعني من بداية السنة حتى ل 27 جويلية عام 2028 حادث مرور. هذه الأرقام الرسمية 3000 حادث مرور هما اللي فيهم أضرار بدنية وفيهم ضحايا لقتلى وجرحى حوادث مرور، ولكن بالطبيعة حوادث المرور ما فيهش أضرار بدنية، يعني اللي يصير فيها كونستا بين زوز وسائل نقل زوز سيارات ولا سيارة وحافلة ولا شاحنة وإلا الوين، هذوكم ما همش داخلين في الإحصائيات هذية، هذوكم نقاهم عند الجامعة التونسية لشركة التأمين، ولكن بصفة عامة هذوكم الأرقام الصحيحة. ونلاحظوا أنه مقارنة في نفس الفترة من السنة الفارطة عنا أزيد من 130 قتيل، يعني ارتفاع في عدد القتلى رغم ما سجلناه من انخفاض في عدد الحوادث، وهذا كان يبين حاجة، يبين الزياد والارتفاع الكبير لعدد الحوادث الخطيرة، حوادث المرور الخطيرة في تونس. يعني كيفاش نفسروها ونبسطوها، انه قبل مثلا على كل 20 حادث عنا قتيل، توا ولا على كل 10 حوادث عنا قتيل، يعني ارقام كبيره للاسف الشديد. ان شاء الله ربي يرحمهم. ما نجحناش رغم العديد من المحاولات والجهود الكبيره اللي قامت بها مؤسسه المجتمع المدني ولا بعض المؤسسات الحكومية، وإلا أن رغم ذلك ما نجحناش في تقليص حوادث المرور وضحاياها. أرقام أخرى نحكي أنه 50% ولا أكثر من 50% من قتل حوادث المرور هم من فئة الشباب، نحكي على كلفة مالية واقتصادية تتجاوز 1000 مليار سنويا، يعني أرقام تفجع، أرقام مين تتلف تشعل بالأحمر من الجوانب الكل. وبالطبيعة نعرف كل السلامة المرورية هي مسؤولية مشتركة، بالأساس هي على مستعمل الطريق، سواء يكون سائق وإلا مترجل ولا راكب، ثم كذلك تدخل فيه البنية التحتية والعنصر الثالث اللي هي العربة. نشوفوا انه الاحصائيات حوادث المرور عطات انه اهم اسباب حوادث المرور في تونس هي السهو وعدم الانتباه، هي السرعه، وكذلك السياقه في حاله غير طبيعيه، يعني تحت تاثير الكحول او تحت تاثير المخدرات او حتى بعض الادويه اللي يوصفوها الجهات الصحيه والطبيه في تونس. رغم هذيك احنا في اطار البرنامج الوطني عطلة امنة اللي انطلق يوم 1 جويلية وشرف عليه السيد مدير الداخلية، الاجهزة الامنية المرورية قاعدة تقوم بواجبها وبدورها، خاصة شرطة المرور وحرس المرور في يعني عمليات المراقبة، في عمليات الردع، في عمليات مراقبة حركة الجوالين، كسواء نحكيو على المدن الكبرى والعاصمة أو في الطرقات السيارة والطرقات الجهوية، كذلك الحماية المدنية قائمة بمجهود كبير خاصة في الإسعاف والنجدة، إلا رغم هذاك قاعدين نسجل ديما فما السهو لأنه بالأساس يرجع يعني النسبة الكبيرة وإلا ترجع لمستعمل الطريق وما نطلق عليه في جمعية تونس السلامة المرورية. السلوكيات المرورية المحفوفة بالمخاطر هي السبب، لأنه مش مقبول ومش معقول توا في تونس نشوفوا شكون يسوق سيارته ما يحطش حزام الأمان وإلا يحرق الضوء ولا يحرق الأولوية ولا الستوب يبدأ ولده معاه ويعرض حياته وحياة عائلته للخطر.
واضح. يعطيك الصحة سي بلال، إن شاء الله اليوم جملة الأسباب اللي أنت كنت تذكر فيها ومنهم خاصة الشباب اللي عندهم استهوى كبير وقت اللي يكونوا في الطريق، اليوم عدم احترام مسافات الأمان، الإشارات المرورية، حزام الأمان، كيف كيف زاد وقت اللي تكون تسوق أنت في حالة غير سليمة، في حالة سكر، أم في حالة غير، خلينا نقول وإحنا تخول لك باش أني اليوم أنك اليوم تسوق الكهرباء نتاعك وتكون في بلاصه موجود فيها انت وموجود فيها غيرك، ونعرف احنا السيركولاسيون في الصيف قداش تكون كبيره وقداش تكون كثيره في كياساتنا وفي مختلف المناطق في تونس تقريبا، مش كان في المدن والعواصم الكبرى. ان شاء الله هكا كنا هكا قربنا منهم شويه وكنا مسينيهم شويه باش اليوم يكثر ويقوى هالانتباه هذايا. اي احنا النقطه الاخيره اللي نحب نختموا بها بالنسبه لمستعمل الطريق، اول حاجه نحطوا حزام الامان، نلتزموا بالسرعه المحدده وقت اللي في الطرق، نقولوا ما نتجاوزوش ال 110، ما لازمش نتجاوزوا ال 110، في الطرقات الوطنيه والجهويه نلتزموا بالسرعه المحدده، ما نسوقوش واحنا تحت تاثير الكحول ولا التعب او الادويه، لازم تحط انت مسؤوليتك العربه نتاعك وكذلك مسؤوليتك كذلك تكون فضاء مروري آمن، تكون عنصر في فضاء مروري آمن بالنسبة لبقية العربيات اللي موجودة في الطريق، ردوا بالنا على المترجل، سواق الدراجات النارية يبارك فيكم ويفضلكم، البسوا الخوذة لأن الخوذة راي تحميلك حياتك، راي الكاسك تحميلك راسك وراو، هذيك عليه 30% من قتل حوادث المرور هم من مستعملي وسواق وركاب الدراجات النارية. المترجلين حاولوا نمشيوا في الممرات والأرصفة والممرات المخصصة للمترجلين، ما نشقوش الكياس، ما نشقوش لوتوروت، ما نشقوش الطرقات السريعة باش تحمي حياتك وتحافظ كذلك وتحمي حياة غيرك وتحافظ على ممتلكاتك وممتلكات غيرك. واضح واضح، ما عاد عندي ما نزيد هكا، كنا قلنا كل شيء. شكرا لك سي بلال، ان شاء الله المعلومه وصلت، شكرا لكم على توصيتكم المستمره والمكثفه لسدى المستمعين والتوانسه الكل، نهارك طيب. شكرا لك بلال لونيفي رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية. جملة من الأسباب كان وضحها، وفي كل مرة نفس الأسباب الحقيقة اللي نقف عليها مع ثلة من المختصين والخبراء، طرق الوقاية، الإرشادات، التوصيات، تنجموا تعاودوا ترجعوا لها على نوتخ باج فيسبوك راديو كاب فيم. بعد شوية نحكيوا على كيفية حماية البيانات من الاختراق والتجسس على الانترنت، الوقاية من القرصنة على الفيسبوك، على الانستغرام وعلى تويتر، وانتحال الصفة والشخصية اليوم موضوع يتمس منه برشا عبيد، هذي نعرفوه شوي اخر مع الخبير في تكنولوجيا الرقمية ايمن التركي. مادي ساعة و48 دقيقة، راجعين لكم بعد شوية.